التقاليد نفس العادات ما عندناش شي مشكل مع الشعب الجزائري. السياسه بوحدها مي كشعوب حنا ما عندناش شي مشكل مع الشعب الجزائري. يعني السياسه بوحدها حنا كشعوب راه كنبغيو بعضياتنا وفاهمين بعضياتنا وما عندناش شي مشكل معها. وكما كنعرفوا الشعب الجزائري راه خوتنا، واخا كان واحد النزاعات حول الصحراء المغربيه، وتعرفوا بان الصحراء المغربيه من طرف امريكا، ورا الشعب الجزائري ديما خوت بعيدا عن النزاعات السياسيه. الشعب الجزائري هما معترفين بان الصحراء مغربيه، مي السياسيين ديالهم هما اللي عندهم مصالح بان الصحراء ما خصهاش تكون مغربيه. يعني كشعب ما كاينش مشاكل، ولكن السياسه بوحدها الو هذيك اللعبه السياسيه ما كيدخلش فيها الشعب. حنا كشعوب كنحتارمو بعضياتنا وكنبغيو بعضياتنا، والشعب الجزائري راه خوتنا وكيعترفوا مثلا بالصحراء ديالنا المغربيه، مي السياسيين ديالهم هما اللي عندهم مشاكل معنا.